طلابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep you all safe. Today we are going to talk about an important subject in English language for this year, which is called present simple tense or tenses in general. أخواني الأعزاء، موضوع محاضرتنا اليوم راح يتطرق للأزمنة وبالخصوص الزمن المضارع البسيط. طبعا كما هو معلوم باللغة العربية عندنا أزمنة اللي هي ثلاث أزمنة رئيسية، هي المضارع والماضي والمستقبل. كذلك in English language we have also three main tenses: the present والpast والfuture. البريزنت بي ثلاث حالات، وكذلك الحال بالنسبة للماضي والمستقبل. الحالة الأولى بالبريزنت إخواني هي البريزنت سمبل تنس. التعريف العام إله والمين فورم إله is the most basic tense in English language and uses the basis or the base form of the verb. يعني الزمن الشائع باللغة الإنجليزية واللي يستخدم صيغة الفعل الرئيسية بدون أي إضافة، ما عدا حالة واحدة هي إضافة الأس إذا كنت تتكلم عن شخص ثالث غائب مفرد. واضح؟ يعني الصيغة العامة إلى هو الفاعل subject plus main verb without any إضافة، ما عدا إذا قلنا إذا كان الفاعل مفرد غائب، زائدا continue لتكملة الجملة. طيب إخوان، إذا أريد أتكلم بصيغة الخبري شو راح أقول؟ راح أخذ أمثلة مباشرة تتوضح عندنا الصورة إن شاء الله. John drives a car, a taxi. Or John drives a car. She drives a taxi. She drives a car. واضح؟ هاي الجملة إخوان تعطيك انطباع عن المضارع البسيط أو حالات المضارع البسيط. فاعل وفعل رئيسي بالجملة لدرايف، زائد اس الشخص الثالث، تمام؟ جون شخص ثالث. A taxi تكملة الجملة. زين، إذا أردت هاي الجملة إخواني أو شبيهاتها أسويها بشكل استفهامي، بما أنه الفعل الرئيسي موجود بالجملة، إذا شو أستخدم؟ does، تمام؟ وعن مفرد does. Does she drive a car? Does he drive a taxi؟ واضح؟ هاي إذا كان مفرد. Do they drive a car? Do they drive a taxi؟ إذا كان جمع. He does not drive a bus. زين، إذا أردت أتكلم عن نفي، إذا أنفي هاي الجملة وعندي فعل رئيسي بالجملة اللي هو الدرايف، شو أقول؟ أجيب أيضا does، بس هاي المرة شنو وياها ملحق النوت. She doesn't drive a bus. She doesn't drive a bus. They don't drive a bus. شوف هنا أنا اختصرت لك الملاحظات. إذا كان عندك فعل رئيسي بالجملة المين verb، الفاعل إذا كان مفرد he و she و it راح يأخذ does، والفاعل إذا كان they و we و you I راح يأخذ do. طيب إذا كان الجملة بدون فعل رئيسي شو راح نستخدم؟ مع الـ he و she و it راح نستخدم is، ومع الـ I راح أقول am، مع الـ they و الـ we و الـ you نستخدم are. زين، استخدامات المضارع البسيط عندنا ثلاث حالات رئيسية. طبعا هي راح تشوف بالمصادر الأخرى أخواني مجموعة استخدامات، لكن هنا حاولنا نختصرها بثلاث استخدامات رئيسية. إذا كنت تتكلم عن حالة in general بالمضارع، أو عن situation، نعم عن حالة أو عن حقيقة موجودة بالمضارع. مثلا شوف هذا المثال: I am 19 years old. I'm 19 years old. ده تتكلم عن نفسك. I am. شوف ماكو فعل رئيسي بالجملة. I'm 19 years old. I'm a student. I'm a lecturer. They are students. شوف they are students. تتكلم عن نفسك، عن حالتك. تتوصف حالتك. واضح؟ He lives in London. He lives in Baghdad. He lives in Basra. شوف إذا قلنا he lives in London، شو معناتها؟ معناتها شخص مقيم في هذا المكان لفترة طويلة. أو هو يعني هو أصلا من هذه المدينة. زين إذا قلنا he is living in London أو he is living in Basra أو he is living in Baghdad، معناته هو دا يعيش بشكل مؤقت، كأنما جاي مؤتمر أو جاي مناسبة، يعني يعيش بمدة محدودة من الزمن وبعد ذلك راح يغادر. شوف إخواني هذا الفرق بين المضارع البسيط وبين المضارع الكونتينوس المستمر بهاي الحالة. مفهوم؟ الاستخدام الآخر إخواني، إذا كنا نتكلم عن شيء يتكرر عندك،
بالحاضر. وممكن نستخدمه يا مجموعه من الادفيربس، شوف اللي مخلي لك اياها انا بهذا المخطط. شوف I usually play football at weekend. I usually play football at weekend. شوف اليوجوالي لو تجي لهذا الجدول ايش قد تشير تقريبا؟ تشير الى نسبة تقريبا 80%. يعني انا 80% بالويك اند مالتي، كل ويك اند 80% من هالويك اند دي يجيني دا العب بيه طوبة. زين ال 20% اللي بقت ممكن بذاك الوقت اكون بالبيت ادي واجباتي او عندي اي اكشنز اخرى. واضح؟ هاي معناه الظرف والاكشن المقابلة. زين بعش عندي I'm not often late for school. شوف هنا جبت الام لان ما عندي فعل رئيسي بالجمله، فجبت فعل مساعد I'm not often late for school. not often لو تباوع عليها اخواني تقريبا نسبتها ما يقارب 30-35%، معناته اني يعني نسبه 70% او اقل اني احضر بالوقت المناسب ما اتاخر. شوف هذا دلاله هاي الادفيربس. they never eat meat. على الفيجيتريانز اللي يقصد اللي نباتيين معتمدين 100% على النباتات بطعمهم. شوف never معناتها 0% احتمالية حدوثه. they never eat meat. واضح؟ هذا ذن الصيغ ممكن نستخدمه اخواني بالمضارع البسيط. زين he goes to work by car. he goes to work by train. they go to work by bus. زين هاي كأنما يشير لك إلى شيء تكرار أو فعل أو أكشن تكرار يتكرر بالبريزنت بالحاضر. I wash my car twice a week. They wash their car twice a week. He washes his car twice a week. واضح؟ ضفت لها إسق لأن عندي الفاعل هي طبعا مثل ما قلت لك بالمثال. الاستخدام الآخر أخواني الأكثر أهمية إذا كانت عندك حقيقة as a fact. يعني مثلا water boils at 100 degrees C. واضح؟ المي يغلي بدرجة حرارة 100. هاي طبعا فشي حقيقة علمية مثبتة. فشون أوصفها بجملة؟ أقول water boils at 100 degrees C. boils ضفنا هسي شخص ثالث على مود الwater. شوف ده أتكلم عن fact. The human body contains 206 bones. الجسم البشري يحتوي على 206 عظمة. حقيقة علمية هاي مثبتة اخواني. الأخرى شوف المثال الآخر light travels at almost 300,000 kilometers per second. الضوء ينتقل بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية. اخواني هاي حقيقة علمية، فلذلك استخدم المضارع البسيط. نفس السياق إذا كنت في مختبر وحب التدريسي أو المشرف على المختبر يسألك عن جهاز ده يختبرك ده يمتحنك يقول لك احكي لي ان انجلش لانجويج ستايل عن هذا الجهاز، وصف لي اياه الجهاز اجزاء وشلون يشتغل تمام وش اطلع منه نتائج. فانت شنو الزمن اللي راح تستخدمه؟ اكيد هو البريزنت سمبل. راح تحكي على الجهاز وتوصفه وطريقه العمل، مفهوم؟ ليش؟ لان انت توصف حاله موجوده قدامك في الوقت الحاضر تمام. فتوصف الجهاز تستخدم المضارع البسيط. ما تقدر تستخدم الماضي ما يفيدك، ولا تستخدم الفيوتشر تمام بحالتك هسه اللي انت بيها، ولا تستخدم المضارع المستمر زين، ولا البريزنت بيرفكت، لان انت توصف حاله موجوده امامك جهاز وده يقول لك اوصف لي. اتمنى يا رب ان شاء الله تكون استفادتوا منه، والى فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.